السلام عليكم. سنحتاج مكونات إلى نصف حبة من الخيار. نقوم في الخطوة الأولى بتقطيعها ووضعها في الخلاط. وسنحتاج أيضا إلى الزنجبيل الطري. نقوم بتقشيره وتقطيعه إلى قطع صغيرة جدا. سنحتاج ما يقارب ملعقة صغيرة فقط. ونقوم بوضعه في الخلاط. في الأخير نضيف كوب كبير من الماء. ونخلط المكونات مع بعضها جيدا. في الأخير نصفي الخليط، ويمكنكم تحليته بالقليل من العسل حسب الرغبة. ويتم شرب كوب واحد بساعتين بعد وجبة الإفطار. وبألف صحة وعافية، وأضرب لكم موعد في فيديو قادم ومع المفيدة إن شاء الله. ولا تنسوا دعم المقطع بلايك والاشتراك في القناة، وكذلك الضغط على الجرس لتصلكم منشوراتنا فور تنزيلها. شكرا لكم على المشاهدة. إلى اللقاء.